20,000 مرة أفضل. ممكن تسكت؟ ممكن تسكت؟ رسالتك وصلت لي ماشي؟ بالنسبة إلي متعاطف معك بدرجة 200%. ممكن تسكت؟ بدك كل العالم تسكت وانت اللي تحكي، بدك كل معلم يمسك جرحه بايده ممنوع يشكي، حتى كلمة حلوة ما في، عندك بس الحكي الصافي، مش قادر تتصنع موقف او جملة مليانة لطافي قلنا بلكي، بس اتاري اللي بغرق حاله في مستنقع هذه السلطة بنزل مخزون الاخلاق التكي تكي لما رئيس الوزراء نفسه شايف حاله. بيطلع له، ما هو جاب الذيب من ذياله وعبى خزينه بلدي مصاري ويمكن اعطاها من ماله يمكن بلكي. ليش هو معصب؟ ليش هو معصب؟ انا بحكي لك، لانه ضراب معلم بلدي خلى عرضه لحكي الناس من ايده، والمن ايده الله يزيده أخلف وعده أكثر من مرة والتفوا على حقوق الخلق. بدكوا مصاري أكثر ولا بدكوا وطنه حتى نعيده؟ يعني بتقدر إلنا تعاكس أو ضد وطنك تقدر تحكي؟ منطق أعوج، منطق أعوج. يعني معلم بلدي يعاني وانتو تلموا دولار ويورو ويني ياباني؟ عنا القحط وعندكم البركة. أعطيني اسمه لهالفيروس، أعطيني اسمه لهالفيروس اللي ضارب كل أطناب السلطة في بلدي. نفسي ألاقي واحد فيكم بيعرف يكذب. أيوة بيعرف يكذب. ربنا حاطط فيكم سخطه، قد ما تركع في خركتكم بكبر خزكك ومية وجهك قاعد بتمليها بشبكة. راح تهرهر، راح تهرهر، ما رح نسكت. والمعلم مش رايح يسكت، ومهما تلف ومهما تدور ومرة تهدد ومرة بتغلق ما رح تمنع شمعة بلدي انه يشكي. سنين والمعلم عنا حامل وجعه، صابر وصامد على نزف جروحه، متكي بس بيكفي، بس بيكفي انه نعاني وانتو بتغنوا. احنا بنبني صروح الفكرة وانتو صروح الفيلا اللي بتبنوا، حتى وطني اصبح سجني وما إلكم أصبح شركي. ما رح نسكت. تحية لكل معلم بصدح بصوته ثابت على موقفه حتى تحصيل الحق، لأن عودة المعلم ما لازم تكون أبداً أمام طلابه إلا وهو مرفوع الرأس. خاطر